تلقيته انا ما غريبش عليا الخبر، لان ذكرى باهي في المؤسسه ديالنا منذ نعومه اظافرها، منذ الطور الاول من التعليم الاولي، لانها جات وكما كيقول احد المربين في الخمس سنوات الاولى يتقرر مصير الطفل. جات عندنا ذكرى وهي مشبعه بواحد البيت ثقافه وفن وعطاء، الاساتذه ديالها عامه بدون خصائص شي ماده، جميع المواد ما شاء الله كانت كتخدم فيهم مزيان وكتحقق فيهم نتائج مزيانه، والاساتذه ديالها كيشكروها دائما من اللقاءات اللي كندير مع الاساتذه دائما من ضمن هذوك الاوائل. بهذه المناسبه كنشكر الاساتذه ديالهم، لان الاساتذه ديالنا واحد الطاقم تربوي اداري كف. الحمد لله شرف كبير لينا والعائله كامله، والعقوبه لبنياتنا كلشي شرف لينا اللي دارت لنا بنيتي، هزت لينا روسنا الفوق. الشعور ديالي احسن شعور، عمرني ما نتصور هذه الفرحه اللي فرحت بها، وجابت بنت خالتي احسن نقطه ونقط ممتازه، فرحانه بزاف صراحه، واحد فرحة ما كتصورش. إن شاء الله ربي يوفقها ويخليها في مسيرة طويلة اللي تابعاها بالنجاح الممتاز اللي احنا شهدناه ليها في البكالوريا، يكون إن شاء الله في الليسانس ديالها ماستر والدكتورة إن شاء الله، ونشوفوها ديما في تألق ومسيرة موفقة. قبل من ذكرى كانت الاخت ديالها كذلك شهرزاد، كذلك شهرزاد راه خلات واحد البصمه في مجموعه مدارس العنبر، راه ما شاء الله عليها. كنحس براسي اني ساهمت ولو بنسبه قليله من هذا النجاح اللي فيه، وصراحه هذه اللحظه اللي كنعيشوها حنا دابا كنت كنتمناها سافي تخو لونتون. فاش كنت اون 2017 كنت هذيك العام اللي خديت فيها البكالوريا ديالي، الحمد لله قدرت ناخذ ميزات حسن جدا، ولكن ماشي لدرجه النجاح اللي وصلت لي اختي، الحمد لله اعلى معدل على صعيد جهه الدار البيضاء سطات. الكونفينمون واخا كانوا عنده بزاف ديال السلبيات، الا وانه كان عنده تاثير ايجابي بالنسبه ليا، فيك مكنني انني نجي من مدينه الداخله اللي انا كنقرا فيها حتى لكازا بوغ فيفغ مع اختي لي ديتاي ديال لا بريباراسيون ديالها، ونعيش معها ثانيه بثانيه خطوه بخطوه لا بريباراسيون اون جينيرال. سا ما في بليزير. مرحبا صديقاتي واصدقائي في قناه الفاس براس، اليوم اختي نجحت في البكالوريا، نتمنى يكون خوتكم خوتاتكم من نجحوا في البكالوريا ان شاء الله، وحظوظ موفق للجميع. اول حاجه كنبغي نهنئ جميع التلاميذ اللي نجحوا في الامتحانات ديال البكالوريا ديال 2020، وكنقول حظ موفق للتلاميذ اللي عندهم استدراكيه، وحظ اوفال للتلاميذ اللي ما حالفهمش الحظ لهذه السنه. الصراحه الحصول ديالي على هذا المعدل الصراحه هو شعور يعاش ولا يوصف، والمجهود اللي بذلته كان انني نحصل على معدل جيد، وما كانش ان الهدف ديالي انني نحصل على يعني على معدل في جهه الدار البيضاء سطات، ولكن الحمد لله حالفني الحظ وانا فرحانه بزاف. هذا النجاح كان عنده طعم خاص هذه السنه حيت جا في ظروف استثنائيه ديال الحجر الصحي، ولكن بفضل الله وفضل الاساتذه ديالنا اللي خدموا معنا مزيان عن طريق التعليم عن بعد، لان بالنسبه لي كنسميه تعليم عن قرب، حيت الاساتذه كانوا قراب لينا بزاف وخدموا معنا مزيان. وفي هذه المناسبه كنبغي نشكر الاستاذ المسالك وبيهي قيال غلام واستاذ حمدوني المدير الريشي والمدير يوسف الزاهي اللي كانوا مساندين طيله السنه الدراسيه، وكنبغي نقول هذا النجاح ديالي كنبغي نهديه للاب والام ديالي والاخت ديالي اللي جات من الداخله وساندتني في هاد الظروف وعاونتني مزيان. Je suis très heureuse d'être là و انني نكون معها في هذا النهار ونتقاسم معها الفرحه ديالها. صراحه انا فخوره بزاف بذكرى وهذا النجاح اللي حققته وشرفات به كاع العائله وصحابها، وكنتمنى لها مسيره موفقه وان شاء الله حتسعد في لي كونكور.
وكنتمنى لها مسار موفق في مور البكالوريا. ومن غير النقطه ديالها كانت اخلاق ديالها حسنه وكتعاوننا في القسم، اي حاجه طلبناها منها كتجيبها لينا، واي حاجه يعني كانت سيرفيابل تبارك الله عليها، وربي يخليها لوالدها ولعائلتها، وكنتمنى لها ان شاء الله مسيره موفقه في حياتها. The success of my cousin wasn't a surprise for us because she always worked hard and she achieved always what she wants. She deserved every single point that the corrector gave her, and we're just so proud of her, and I wish her a good way and that she achieved all what she wish. أنا فخورة بذكرى بهذا النجاح ديالها وفرحتنا كاملين. أنا فرح دي النكرة.